في المسألة الخامسة، وهي مثال آخر على استغراق أصحاب الفضول للتركة. في هذا المثال اجتماع ثلاثة من أصحاب الفضول. فمثلا لو قلنا ماتت خلود عن زوجها جميل وأخيها لأمها سعيد وأمها عائشة، سوف تصح المسألة الإرثية من ستة أسهم، منها للزوج جميل ثلاثة أسهم، وللأخ لأم سعيد سهم واحد، وللأم عائشة سهمان اثنان فقط. وهذه خطوات الحل: الورثة جميل سعيد عائشة، جميل الزوج، سعيد أخ لأم، عائشة الأم. نصيب كل واحد من أصحاب الفروض على فرض أن التركة هي واحد صحيح، سيكون لجميل النصف لعدم وجود فرع وارث، ولسعيد الأخ لأم السدس، ولعائشة الأم الثلث. الآن نريد أن نضاعف الواحد الصحيح التركة إلى المضاعف المشترك الأصغر لجميع أصحاب الفروض النصف والسدس والثلث. لحساب المضاعف المشترك الأصغر بإمكاننا استخدام built-in function lowest common multiple: النصف 2، السدس 6، والثلث 3، والجواب هو 6. فيكون رأس المسألة، أو عفوا أصل المسألة، من 6 أسهم: النصف 3، السدس 1، والثلث سهمان، والمجموع 3 و1 و2 هو 6، فالقسمة صحيحة. فالمضاعف المشترك الأصغر بين 2 و6 هو 6. ضاعف 2، أول ضعف لها 4، لا يقسم على 6. الضعف التالي 2 في 3 هو 6، فمناسب. كذلك 3 لا تقسم على 6، أول ضعف لها هو 6، مناسب. فتلتقي جميع هذه الأرقام في المضاعف المشترك الأصغر، وهو 6.